دلوقتي مراسلنا مراسل قناة النادي الأهلي شريف شعبان من تدريب النادي الأهلي. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليكي يا شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز طبعا اطمن منك عن الحاله المعنويه للعيبه والجهاز الفني والاستعدادات طبعا للقاء الاهم والابرز واللقاء الحاسم للنادي الاهلي واكيد للجماهير، لقاء يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا على استاد برج العرب. عايز اعرف الاستعدادات والاجواء من عندك عامله ازاي؟ طبعا شيماء لا صوت هنا في النادي الاهلي يعلو فوق صوت مباراه الترجي التونسي والنهائي الافريقي. يمكن النهارده كان تجمع اللاعبين كان الساعه 3 عصرا، يمكن التمرين كان الساعه 4 عصرا، ويمكن التمرين شغال الان وانا بكلمك في التليفون. يمكن كان في محاضره فنيه لمستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز مع اللاعبين في غرفه اللبس استمرت حوالي 40 دقيقه. اتكلم فيها عن المرحله المقبله، عن مباراه الامس، خلاص نطوا صفحه الامس، ما نفكرش غير في مباراه الترجي التونسي، المكسب من القاهره او من ملعب برج العرب، ثم رفع الكاس في ملعب رادس. المباراه قويه جدا، المباراه بالسهله زي ما الناس متخيله، زي ما الناس بتقول احنا هنروح نجيب البطوله من تونس. فريق ترجي فريق كبير لازم نحترمه. محاضره قويه جدا يمكن استمرت حوالي 40 دقيقه. بعد هذه المحاضره يمكن نزلوا ارض الملعب مستر كابتيرون، وقف مع شويه مع الدكتور خالد محمود والكابتن محمد يوسف، كان حريص يقف شويه مع الكابتن شريف اكرامي. يمكن اكرامي والشناوي جري وخفيف حول الملعب ودخلوا تمرينات جيم ونهوا التمرين بتاعهم. كابتن علي لطفي ومصطفى شوبير يمكن ايضا عملوا احماء حول الملعب، وبعد كده دخلوا في تدريبات قويه جدا مع مدرب الحراس الكابتن مصطفى كمال. باقي اللاعبين يمكن اللي شاركوا بالامس يمكن مروان محسن، ميدو جابر، صلاح محسن، السليه، محمد شريف، احمد علاء، يمكن عملوا تدريبات خفيفه في ارض الملعب وبعد كده اطالات وخرجوا. يمكن احمد فتحي وايمن اشرف وحسام عاشور عملوا تدريبات في الجيم، ما نزلوش ارض الملعب خالص مع لندبان. باقي اللاعبين اذا كان سعد او ازارو او وليد سليمان او هشام، باقي اللاعبين يعني مع الكابتن حسين عبد الدايم عملوا تدريب بدني شاق شويه، وبعد كده دلوقتي الان بيعملوا تدريب تخصصي مع مستر كارتيرون، يمكن تدريب تخصصي على الجول، انهاء الهجمه، الضغط على الخصم، شغالين دلوقتي في هذا التدريب. يمكن اللي بيتاهل دلوقتي مع الكابتن طارق عبد العزيز هو اللاعب اجاييه بس، وبيشرف على التاهيل كمان الدكتور خالد محمود، ومعاه ايضا كمان ليندمان، يعني يمكن الثلاثه بيشرفوا على اجاييه. يمكن انا شايفه في جانب من الملعب. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين المستمر الى الان. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار الترش.